مسلسل مرد الجبل ده كان صعيدي. طب انا كنت عايزه اكلمك برضو على فكره، هل فعلا المخرج يوسف شاهين طلب منك انك تعملي تجميل في مناخيرك؟ قال لي كده. اه صح، قال لي بصي يعني حقيقي مش هو اللي الموضوع ده، هما الاثنين كانوا واقفين، الاستاذ عبد العزيز فهمي المدير التصوير العظيم العبقري يعني، هو واقف وكده بيكلموا مع بعض، بيقول له انت عارف النور بتاع عايده نفس نور ماجده الصباحي، بيقول له كده يعني، بيقول له نفس الاضاءه بتاعت ماجده الصباحي كده. فيوسف شاهين واقف يعني دي عيله يعني، يقول فكره انت ممكن تعملي عمليه تجميل مش عارفه مين اتعملت كده كده بسرعه كده يعني جملتين كده بس، انت وانت صغيره بتبقي اي جمله بتاخديها بتلقطيها زي الطفل ما تقولي له اي حاجه بيفضل. فرحت لبابا بقول يا بابا استاذ يوسف شاهين بيقول لي ان انا اعمل عمليه في مناخيري تجميل وكده وبتاع. فبابا يعني بيقول لي ما تسمعيش كلامه. قلت له ليه يا بابا؟ قال لي بصي بابا على فكره مصور جوي طيران في القوات الجويه، فيعني يعني فنان يعني. فجاء قال لي بصي انت زمان طبعا كان خدودي اصغر بقى، انت ليكي خدود يعني وشك مدور وليكي خدود ملامحك كلها متناسقه، فانت لو عملتي عمليه في مناخيرك وصغرتيها هنا هيبقى اكبر، هيبقى شكلك زي الاراجوز. هي ملامح ربانيه. قال لي لا متنسقة. هي دي هنا المساحه مع دي تلعبيش جملتين يعني كده. ما بس ما دخلت بقى في الوسط التمثيل وكبرت وبتاع، بقيت استرجع بقى في التمثيل ان ما بلاقي حد ممثل مثلا بيبكي او حاجه كده يعني، هو بيعيط وكل حاجه بس شكله وحش يعني، عارف مش طبيعي يعني، ما تنفعليش معاه من كتر ما وشه يعني عارفه ازاي. يعني انت ضد عمليات التجميل للفنان؟ نعم. انت ضد عمليات التجميل للفنان؟ لا انا مش ضد عمليه التجميل، في حاجات بتبقى يعني مهمه تتعمل، عظمه مثلا مش عارفه ايه يعني دي كده، انا مش ضد، لكن انا عن نفسي انا ما بحبش يعني، انا ما بحبش مثلا ده الصفت يعني. ولا الفنانه عايده رياض عمرها ما عملت اي عمليه تجميل؟ يعني الفنانه عايده رياض عمرها ما عملت عمليه خالص تجميل؟ ولا تجميل ولا هعمل حتى لما يكون عندي 70 سنه. طب انت ايه رايك في الفنانات اللي بتعمل عمليات تجميل في وشها او في جسمها؟ يعني بيبقى دلوقتي بقى الموضوع يعني، انا بصي انا شايفه في موضه دلوقتي كل واحد بيعمل، ده صحيح حتى هو صغير بقت صحيح موضه يعني، صحيح. عارفه ازاي يعني، انا مش فاهمه يعني، ولا في جفوف في وشها ولا في اي حاجه ولا بتاع، وعماله تنفق في وشها وعماله تزود في حواجبها يعني، عاملاه حواجب مثلا تقيله قوي يعني وتدي للشر يعني. طب انت لو جالك دور مثلا ملائكي، ملائكي هتعملي يعني، في ناس بيعملوا حاجات متلخبطه وملهاش لازمه ومش سنهم، مش محتاجينها ابدا. لا احيانا بيكون الفنان بيبقى عاملها من باب اللوك مثلا، بيبقى التغيير عشان يعني ايه، يبقى الموضوع مختلف لادوار تانية مثلا. اهو اللوك ده بقى مش مظبوط بقى ليه؟ هي ما تيجي تحقن نفسها مش عارفه بالكولاجين ولا مش عارفه ايه عشان تنفق وشها، النفخه دي بعد 6 اشهر النفخه دي بتنزل تاني، بتخس بتخس بقى، بتعمل لك اكنك عجزتي، ترجع تنفخها تاني، عايزه تنفق تاني. تنفق وتعمل تنفق وتعمل يعني، ما بيبقاش وش بقى بصراحه، ده بيبقى ماسك كده، تلاقي قاعده مش عارفه تتحرك بقى. وفعلا رياكشنات كمان للفنان بتبقى مش بحريته بقى، مش هيقدر يدي رياكشن صح طبيعي يعني. في ناس بيخافوا يعني يدمعوا او يضحكوا حاجات تبقى باينه في وشهم يعني، انا يعني ممكن طبعا ايه لو واحده كبرت قوي ممكن طبعا اذا كان في حاجات تعمل تحسين حاجات علميه مثلا معينه، بس حكايه النفخ دي بتاثر في بتغير ملامح الوش. وفي ناس اتغيرت يعني مثلا كان في مناخيره مثلا حاجه بسيطه كده عملوها بحشو، ده صحيح، الحاجه اللي كانت بسيطه في وشهم كانت عامله لهم شخصيه معينه كده، عملوها بقت مناخيرهم شكلها لطيف بس الشخصيه راحت بهته بقى فيها حاجه هو كان يعني مختلف. انا مش ضد، لو بعدين ضد الشفط بقى والحاجات العمليات تغيير المعده وتغيير الحاجات يعني عمرك ما عملتي اي لا. اجراء للعمليه؟ بخاف اولا بخاف الحمد لله، انا راضيه بالشكل البسيط ده اللي ربنا اداهولي الحمد لله، لو اي حاجه فيه بقى اعملها فيها تتلخبط اكتر تبقى كارثه، خليني ماشيه كده. خليني ماشيه كده الله. انت زي القمر مش محتاجه اي حاجه من ده معاكي، مش حكايه زي القمر يعني،
لا بس برضه ربنا عايز اقول يعني انا يعني عايزاكي تقولي يعني روشيتا للجمهور انت ازاي قادره تحافظي على نفسك ما شاء الله تطشود يعني والله بصي هقول لك يعني وزنك ما شاء الله يعني انا زدت شويه بس كده يمكن التزامك بالرياضه بصي مش كل يوم بعمل رياضه على فكره عشان ما اضحكش على حد ما بقدرش برضه يعني كل واحد ما بيكبر في السن شويه المقاومه بتاعته بتقل شويه فلازم ايه احافظ على اكل شويه يعني بلاش ادب حاجات بسيطه كده بسيطه مع الرياضه يعني ما الاقي نفسي تخنت 2-3 كيلو تخافي وتقلقي لازم ابتدي 5